خفينا البالون وبعد صار ما يطلع علينا كنت خايفة كمان الساعينا كمان ما بعرفت أزق خايفة الله صغيرة لا أكيد بكيت وخفنا موج قوي يعني مو قوي كان يضرب فينا ينزل من القارب دائما زيت مي كان يتعبى البلم مي نرجع نزيت مي يرجع يتعبى هيك طولنا بالرحله ساعتين ونص لثلاث ساعات هيك حوالي هيك. سبحنا كتير كنا تح نغرق لأنه بالبحر هيك كنا تح نغرق وبابا عم يقول طلعوها طلعوها لهيك خفت كتير جيت مسكت بالحبل وطلعت لحالي بعدين أمسك إيد بابا مشان يطلع طلعنا عادي مرحبا أنا اسمي ماري ماري كثير سنين هي حسون وكل يوم بس هاي كل يوم بس بسأل أختي هاي وين إحنا بتقول مكان بعيد بحضن على هيك وبسأل أخواتي كلهم حتى بقول لهم هاي وين أنا بعدين هاي بيقولوني انت بكان اسمي بكان حلو بتفاجئ بهذا الكلام هيك بقول وشكرا اللي قلتولي
Est-ce que tu peux me raconter ton voyage en bateau? حلو. هلا بس مشينا بالبحر يعني ما ركبنا قارب ما في عندنا قارب مشينا مشي لا عندي جبل لهون لا حتى قبل ما نطلع عند الجبل بتشوف لنا شو طلعنا بالبلم ما كان عندنا بلم tu as pas pris de bateau كيف مشيتي على البحر على البحر انا ما خصها انا الجبل هلا بس بوزت وصلنا بعدين كان في كابتن وهاي صاحب الجبل وواحد عنده سيارة ما نقدر نركب السيارة بعدين اجينا مشي 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 نهون نهون بس هيك ما حدا ساعدنا اصلا ما حدا ساعدنا ابدا ما حدا طبعا خلال رحلتنا تعلمنا انه ننام بالشارع انا اللي ما كنت اعرف نام اذا ما كان ولا في شويه ضوء طول الجول ما في نام عليه تعلمت نام بالشارع ونام بالمخافر بين الدرك وبين الزلم على الصيف بالمعامل وبالغابه ويعني بعمل هيك وبلاقي حشره على رقبتي عادي عندي ايه كل ما يعني هيك انه بدي اشكي او احكي لامي او اقول لها انه كثير تعبنا من هاي الوضع او هيك بتحكي لي انه يعني بكره خلص انه واحد رايح لعند مستقبل احسن بده يتحمل اي وبتطمني بكلمه انه خلص بكره بدها تصير سوالف Tu sais pourquoi tu es partie de la Syrie, toi? والناس بيدخنوا هيك حتى الاولاد الصغار هيك الاصغر مني بيدخنوا Mais tu trouvais vraiment qu'en Syrie les gens fumaient beaucoup beaucoup? واصدقائي واصدقاء الناس التانيين واصدقاء كل العالم بس هل بتدخن؟ بس هون ولا واحد بيدخن بس هون ولا واحد زلمات انا كنت ساكنه قلت لك بمنطقه كثير ساخنه يعني القذائف عندنا شيء عادي وانت ماشي بتلاقي قذيفه قدامك وشو هذا عادي يعني صار عندك شيء عادي يعني غريبه لما بتقولوا لك انه فلان مات موت الله بتستغربي معقوله مو قذيفه معقوله مو شظيه معقوله ما وقع عليه بيته انه يعني بقدره الله انه بيتنا نحن يعني كان فيه شويه سر التضررات بس ما وقع علينا بالبنايات اللي محلنا كلها كانت واقعه هيك انه احسن واحلى الجمال هيك احلى والتمثال هيك العالم بنبسطوا هيك ماري تويتي بيكاتشو باتمان 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 طلعتي
ما أنا بوسي الباب. بوسي. نايس. واو. ما أحلاه. ياي مثل الكنايس اللي بالسويس. تعال شوف النور. حتى الكنايس عندنا هالشيء. هاي هلا البيع يعني؟ لازم تعال نسمع. تعال نشوف. ما أنا بنروح سوا حياتي. ما صرت جاك شو تقولي؟ لمين بدك تدعي بالشبع الثاني؟ ها؟ لمين بدك تدعي؟ ما هون تراب عادي، امتى ما بتحطيها بتزبط. هون فيك يا ماري. قول يا رب، يلا. يا رب يا رب يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله. وأبي متوفي. ونحن هلا يعني مع أمي بس يعني ما لنا غيرها. نحن ما لنا أي أقارب. المسؤولة عنا يعني واللي معنا هي أمي وبس. يعني حتى بيفهموا إنه يزعلوا يزعل على حالنا على شو عم بيصير معنا، بس ما بيفهموا إنه قديش الصعب هاي الوضع اللي عم بنعيشه نحن. طبعاً أكيد حاسس بحزن لأنه يعني بعد البلد ما في شيء يعني ما في شيء يعني بيتعوض بعد البلد يعني وهنيك كنا أصلاً يعني عايشين قبل كان في يعني عنا منزل عنا يعني رأس مال عنا عنا حياة غير يعني يعني هون حياة يعني عم يعني شو بدي عايشين هون يعني هنيك كنا عايشين بمنزل هون اجينا عشنا بخيمة يعني في فرق كبير وهون مثلا هلا ما في مثلا بدنا ننام مثلا ما في بطانيات ما في مثلا شيء نقعد عليه مثلا ما في شيء نتغطى فيه هذا يعني في فرق كبير يعني وهنيك كنا شيء وهون صرنا شيء يعني كنت يعني افكر غير هيك يعني كثير شغلات هلا مع انه هي ما صار لي يومين فيها بس هي بلشت صارت مثل شغله مهمه لالي لانه هي نقطه جديده بحياتي هذه الجزيره ما وصلت لها انا نسيت كل التعب مع اني كنت كثير تعبان بتركيا على الطريق وبالبحر ونومه بالشارع وبالمخيمات كثير لما وصلت هذه الجزيره فعلا حقا نسيت كل التعب ورجعت للنشاط والحيويه من جديد يعني ما أساعدك؟ إيه بدك تعال إيش عم تسوي؟ جاتا هيك مثل الجاتا هم أعمل عيد ميلاد أيمن؟ تمام برافو هلا هم أعمل جاية يلا برافو وخلصت وجايبت لكم الجاتا من كمان ايمن ماما خذي خذي
انا يتزم انا يتزم نعمل مثل اللمبي ساعتها أنا بتذكر كل شيء تفاصيل الحرب اللي أنا شفتها بسوريا يعني أنا يعني ما بحب إني أحكي هذا الشيء على الكاميرا إنه عن جد بتوقع إن الكون راح تبكوا أو راح تأثر أو تقطعوا المشهد كلياته لأنه شيء سيء للغاية إنك تشوف راس على بعد 10 متر جسد جسم على بعد 15 متر وأجساد وإجرين وإيدين مقطعة بشكل مثل فيلم الرعب يعني. فهذا الشيء ما بتوقع اني راح اقدر احكي للكاميرا يعني شيء مرعب شيء سيء للغايه ما راح اتوقع يعني اذا بدي احكي راح اتوقع انك راح تاثر كثير وراح تنسى وراح تبكي اتوقع يعني شيء سيء كثير ما اتوقع يصير شيء هيك بالدنيا يعني لك في عمري لازم يشوف شيء يعني مستحيل اشوف فيلم رعب انا عمري 12 سنه ما يصير اشوف فيلم رعب اشوف فيلم اطفال فيلم رياضه فيلم شغله عامله ما أشوف أفلام رعب في القتل فهذا شيء سيء يعني هذا خلاني بنى عندي خوف أنا هلا صرت بخاف أركب حقا ألعاب الملاهي السريعة هاي صرت بخاف أركب منها من كتر ما صار عندي إحساس إني أقع إني أتقطع شيء هاي يعني دمر ذاكرتي دمر طفولتي أنا هلا ليش حتى أكبر يعني قبل عمري يعني في الشيء دمر من ذاك دمر طفولتي هذا الشيء يعني سوريا انه احنا كان في عنا مزرعه وكبيره شوي وعنا عشان هيك انا كنت متمني يعني يصير عمري شوي كبير عشان اساعد العمال اللي معانا وابني مع هاي الزرع يعني كنت حابب اسوي مزرعتنا كثير حلوه بس الشيء يعني ما تكمل اولادي من أوائل بمدارس أستاذ إنجليزي أدرس خصوصية مهتم بكل الأمور الرياضية والنفسية والتعليمية يتحول في يوم وليلة إلى شاذ يعني عفوا من الجميع أنا أولا أكاديمي خريج كلية الآداب قسم تاريخ ثانيا رجل أعمال يعني في ظلم بالموضوع بالنتيجة الحرب هي دمار والدمار على كافة المستويات الدمار يوصل لمرحلة أنه يشعر الأب أنه عاجز أمام أطفاله ويأمن لهم متطلباتهم اللي هو لازم يأمنه انتهى وصلوك لأنه صعبة جدا Thank you.
إلك تسأليني. يلا هلا أنتو يومي تفتوا على هاي باليونان ما حسيتي إنه بشعور أنتي صرتي قوية وشجاعة وخام هيك ما راح الخوف كله ما ضل شيء وفرحت كتير وضليت بشجاعة خراس هلا يعني أنتي بشو حاسة بشعور شو يعني حاسين بالفرح كتير فرحانين كل يوم هيك بنلعب عنا خيمة بننام فيها كتير فرحانين كتير كتير صغيرة ولا كبيرة؟ هاو وقصت عادي مين عم يجيب لكم الأكل ويعيشكم وهيك؟ يعني جوز عمتي وبابا شو ما نطلب ياخدونا بياخدونا على السوبر ماركت هيك بيجيبدونا حليب بإدلب مثلاً الحقيقة من الأول والهم طرحت أنا موضوع السفر أنا كان ببالي السفر من سنتين بعد ما صارت معي الأمور يعني كتير تكركبت فما كان في إنه المادة مصاري ما في فحتى طلعت هلا يعني اضطريت أتدين وبيع أغراض بيتي ضل عندي بس تلفزيون بس أون وفرشة لمرتي فقط اضطرت موضوع السفر فاتفقت انا ومرتي انه خلي تروح معي أأمن وشو ما صار الحمد لله فجبتها معي يعني فبطريق خربت الجوز كنت شجع وضع ممتاز بسوريا ما كنت فرقت عن امه يعني هلا وضع امه هنيك وعطول كل يوم بتحكي معي لهيك ماني خايفة من شي ماما وين وصلتي وهيك بحاكية هادي أول مرة حكيت مع فرطة من الضحك مدري ليه يعني بس نوصل على ألمانيا أنا لما لماما لم شميل بس تجل عني كتير رح نفرح وهي متوقع يعني لهاللحظة إنه من وصلت على ألمانيا رح يجيبوا أمه بالطيارة دغري فرعاني بالموضوع بدي أحاول أكون هلأ يعني لما طلعنا من سوريا بدي أكون الأب والأم والأخ بنفس الوقت ففي صعوبة هنغالا زمير لبنان اول شيء هاي نحن بلبنان لا نحن باليونان سوريا ما فيكم تتعلموا ولا شيء لا هنيك المدارس كلها قذف فيها وهيك يعني الأوضاع كتير كانت الباحة كتير كتير كبيرة وكان فيها طلاب كتير وفي دكانة بنشتري منها وكمان صفي كان كتير كبير وفيها صور مزين والمقاعد بيض ما أحلام بس خربت الأوضاع وصار المدرسة كلها ما حلوة
الفراشات تبعيكم البنات والبوات وين؟ كبيناهم كلهم، ارتحنا من هذا الخوف. يومي توصلتوا بخير وسلامة شو؟ لا تقولي لي شو. يوميتا وصلتوا عم هاي خلصتوا من البحر كلياته فرحتي؟ هلا انت هاي انت مرتاحه ولا خايفه ولا مرتاحه ولا مانك مرتاحه؟ مرتاحه. بنعمل هالشيء هذا كله نجيب. فالطفل إذا بده لعبة بسوريا ما عاد فينا نجيب له. إذا بده أكلة ما عاد فينا يعني، حتى الأكل صار مضروب، كل شيء يعني. حياة تعيسة، حسينا الأطفال كتير كتير يعني عم يبين حزن على حياتهم. وحسينا بخطر إنه راح يصيروا بخطر بالأيام القادمة. فهربنا قبل ما يصير عليهم خطر. وجينا مشان الأطفال يعني أكثر شيء يعيشوا حياة سعيدة. الشيطان اللي يحمينا يا شيطان يحمينا الله اللي يحمينا الشيطان يضرب علينا يضرب علينا يضرب يا يضرب يضرب يا يضرب 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 تحكي عن الله؟ عم قول الشيطان يلي يضرب علينا. انت قلت الشيطان، انت قلت الشيطان يحمينا. الشيطان يضرب علينا. وديك لي قبل الشيطان يحمينا. فروحي قولي لبابا. والله كذاب. قالت الشيطان يحمينا روحي. افا افا الشيطان يحمينا قالت. بابا يا بابا هي قالت الشيطان يحمينا. خربطت. حسب القصص اللي سمعناها كثير اباء راحت بسبب الأطفال، بسبب كلمة بتاكسي أو بسيرفيس أو بتجمع الطفل بيحكي كلمة فبيروح الأب فيها. فأنا على طول بنبهها نحن بالمكان اللي فيه أنه أي سؤال يتعلق بالسياسة أو هيك أمور لا تحكي بنوم، لا تحكي شيء إلا في البيت طبعا، يعني أنا وهي وأمها فبنحكي بحرية يعني ضمن أربع حيطان. هون مبارح قلت لها احكي اللي بدك اياه، اللي بتحسي فيه اللي بتشعري فيه احكي فيه على طول، ما في اي خوف نهائيا. والنسوان ما بيفرعوا والرجال ما فيهم دقنن؟ لا لازم بيصير هيك شبران يعني. هيك الاوضاع احنا كبرنا بسوريا، بس انا حسيت بجبنا كان عندنا اولاد كثير بنلعب معاهم وهيك، حسيت انه جبنا حبيتها كثير انا، بس لو مو صايب داعش عليها كنت ضليت فيها والله. خايفه اميتها هي صار رصاص بحارتنا. كثير صار رصاص وهيك الرصاص قدام شباكنا، وحتى كثير رعبنا وهيك البيت كان الشبابيك مفتوحه. تحيرت وين بدي اتخبى. اجيت اتخبيت بالحمام، مو في هيك كأنه هيك يعني تخبيت فيها. بعدين طرح الرصاص طلعت لماما، ماما كانت بس هيك اجيت اتخبيت ونقصتها.
تفرجيني كيف تسبحي؟ الحمد لله مبسوطين، طالما الأولاد بخير وأنا مبسوطين. راحة نفسية. تعالي سنة. ما أنا قاعدين البيت هلا بس مبسوطين لو بالشارع بس ما في ضرب وقتل. Αυτό το μέρος εδώ ήταν παλιά κατασκήνωση του Δήμου για τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή δουλεύει εδώ και 3 χρόνια από το χωριό του Όλοι Μαζί. Επίσης, φέρνουμε και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, που σημαίνει τετραπληγικούς, παραπληγικούς, ανθρώπους με καρκίνο, νεογέννητα παιδάκια. حمزة عشان مريض، عشان مريض أنا له وضع خاص، عامله معاملة غير معاملة أخوته، أول شغلة لسانه، ثاني شغلة بخليه في أصغر منه يعني بخليه إنه يلعب يروح يجي. شخصية حمزة يعني شخصية حرق حرق بطلع. لما كنا بتركيا يقول لي يابا أنا بدي أنزل على البحر أسبح وما بعرف أسبح، يقول لي بدي أسبح، أقول له لا يابا بتغرق، يقول لي يابا خلينا أروح، أقول له لا يا بابا. طلعنا من الساحل التركي، طلعنا بمح ماشي، كانت المي يعني ماشي حالي، يعني وصلنا على المياه الإقليمية لهون، عرفت علي؟ ولا جاي باخرة، عرفت علي؟ يعني ما حسينا إنه جبل 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 وجاي علينا، هاج علينا هوج، عرفت علي؟ جبل وهاج علينا هوج، ما حسينا إلنا حالنا عالم طارت، عرفت علي؟ طارت العالم كلنا، عرفت علي؟ من بيناتهم ابني ما عرفتش وين راح ابني. انا حاولت انقذه، بس انا ضربت اجري هاي هيك بالباخره، انا ابني راح، ما بعرف راح تحت الشفرات، راح الله اعلم، ما بعرف شيء عنه، دائما بمشي بتخيله انه جنبي، بروح اكنه معي، وين ما اروح يعني معي، يعني وانا حتى لما بدي اقعد على الفرشه بتخيله انه شو خط ايدي تحت راسه وخطه على ايدي، مخيل يعني ما عم اقدر يعني ما بقدر احكي، يعني انا مخنوق، انا صراحه سامع صوت يعني مخنوق خنق، ما اقدر احكي يعني حتى من هون قلبي من جوا عم بتقطع على حمزه. Qu'est-ce qui te fait supporter tout ça? Moi, je suis le roi, mais je suis le ninja. Je suis le damar.
C'est quoi, montre-moi, c'est quoi les mouvements des ninjas? يعني بضرب حدا بإجري بسوي بكسيجات بسوي هيك يعني بقطع الواحد بإيدي ما بحتاج سكين أكل بالي بالأرض يدبوها مساقة في الأرض ما حبيتيها؟ أها شو ما حبيتي كمان؟ بحب أركب الدراجات شو ما حبيتي يا ماري؟ حبيت السكرانين هي يعني ماما لو سمحتي ليش شو حكيت معك انا لانه ضايجه تعبانه من وين تعبانه من شو من المشي من المشي تعبانه انت بوسي ماما بوسي ماما بوسي ما بدك تبوسي بوسي الماما بوسي الخاله بس بس ماما. بس شكرا عفوا لا تضحك شوي قبل خطري لحس حالي لح دوا ولح دوخ من شو؟ من هاي الجهة ومن هاي الجهة بيحكوا كل شيء بيبكوا بيحكوا النبوني غلط منك مشان الموضوع هذا بدنا نموت ببلدنا ولا نموت هيك يعني بس بعطيهم قوة بأنه ماما إجباري تعيشوا يعني إجباري في مستقبل أفضل بكرة أحسن مرحلة الكل عاشوهم مش بس أنا يعني إجباري أنتوا نضل قوياء مشان نعدي هالمرحلة هاي بس بداخلي ندم بداخلي تأنيب ضمير بداخلي غلطة ماري هاي ماري 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 كمان بالشام الثانية شام أنا بس نجاب أنا بس ليش ما أنسك يا تذكرين هالصورة من رحنا أنا معك للشام تذكرين من رحنا رحنا بالشتاء ما وأنا نايم كمان ماري هاي بيتي لا هذا لا تبعته هاي ماري كمان زعلانة من ماما كان زعلانه بتها حليب وموز ما جبت لها مثلي قلت لها بس كبرت اكثر اصغر وحده مدلله كثير يعني كان قصره ايام الخير سي كوا تي ريف ماري انا بدي بروح بدرس لا مال تختي برتاح يعني بتنفس بخلي ربي يجيب لي هواء بتنفس وهي وبفوت الهواء لأنفي وطلعه هيك أحسن من شو بفوت على أنفي وهي وبتمرض بمشي لا هيك شو بابا قالوا العائلة كلها اتى مع بعضها هو وين
the line. Behind the line. خايف ما ضل محل من الباخره يا الله حبيبي باخره 9000 شخص يعني 2001 هذول 2000 شخص بشرف يا جدعان ابني من امبارح يفوت العالم ايش فيك يا ولد لا يول من ساعتين وقف العالم فاتوا بس خايف من يعني اللي جاي بعد الباخره خايف من الوضع اللي بعد الباخره انه يعني توقعاتي من يعني هالنظرات اللي هون اللي شفناها هون انه عدد يعني الناس يعني كثير يعني فوق يعني أكثر من 1500 شخص ويعني هون إذا 1500 وبس نوصل قديش رح يكون يعني بأثينا كتير أشخاص هذا شيء كتير مخوفني يعني يعني هنيك كنا يعني كان مستقبلنا مبين يعني واضح قدامنا يعني كن يعني كل شيء واضح بس هلا هون يعني ما تعرف إيش في قدامك ما تعرف وين بدك تروح يعني بأي مدرسة وين بدك تفوت في مثلاً هنيك مدرسة عربية مثلاً هلا نروح مدرسة ألمانية رح نضطر ندخل نتأخر عن دراستنا يعني نضطر نتأخر يعني حتى نتعلم اللغة حتى ندخل المدرسة أنتوا أمتى بكن تروحوا لوين رايحين هلا أنتوا هلا رح نركب بالباخرة الساعة 8 المساء ونروح بالباخرة الكبيرة على هونغالا أنت لوين رايحة ألمانيا ألمانيا بدك تضلي بألمانيا؟ شو طالع على ألمانيا؟ لأنه في رواتب ومصاري تعليم تعليم لغة وإنجليزي وعربي وفرنسي مشان تتعلم يعني؟ لهيك نطلع على ألمانيا وألمانيا قالوا لنا في عالم كتير عم يقولوا لنا إنه ألمانيا كتير حلوة ويعطونا أواعي وهيك وهيك وفي مدارس بنتعلم إذا هالسنتين ما تعلمنا خالصين يلا يلا تعال روح زمانة على الباخرة الكبيرة يلا مسكوا بيدهم بعض يلا هاتي تعال جواب إيدك رفو تعال تعال تعرفو هاتي إيدك هاتي إيدك بابا انت المصل بكره الصبح ما حطه بصوره انه في تعب حاول ما بتعب لنفسيته يعني انا معك راح نروح مثلا على المكان الفلاني ما في مشكله عندي يعني جوز كيلو انه البلد اللي راح نقعد فيه طبعا راح تدرسي لانه على طول بسالني عن دراستك وعن المكان يعني جمال الطبيعي اللي راح تكون فيه فبتهتم بهالشغلتين ونجيب ماما بعد شيء شهرين ثلاثة اوكي يعني تقتنع نزلي جمانة نزلي الطاية كان صورك صعب انه دولة اوروبية اجنبية اولادي عرب يعني هاجروا فكل شيء بده يصير جديد بحياتهم تغير عليهم يعني كل شيء حتى الاكل أصدقائهم البيت الحارة يعني كل شيء جديد بحياتهم بس مساعدين هم لسه ما يعرفوا يعني كمان شو ينتظرهم بالأيام القادمة تمسك شرارة نار شرارة
شو اخباركم؟ انا عندي طحت، الكم حلو والاكل حلو وكل شيء حلو، يعني مكاننا كله حلو، البحر تبعاتنا حلو، يعني كاننا بيعطونا للاطفال نحن العاب كثير وكل يوم العب، بس يجوا عالم يخربوا الالعاب والدنيا سمعونا موسيقى ولا واحد بيحب الموسيقى. ما في الابه، اذا واحد قال لك الفنان ده في الابه او اسود او شيء، كل شيء في المخلفين ما في هاي في عندها، بس هاي جودة للعيونة ما بتحرك. الحمد لله هلا انا وصلت المانيا بعد رحله طويله ومسافات طويله حقيقه، لانه من الطريق من اليونان الى المانيا مسافه كثير طويله، لكن مع كل هذا الحمد لله نحن وصلنا المانيا بخير وسلامه، والحمد لله هلا نحن بالمانيا، وهون الشعب كثير طيب ومرحبين فينا ويحبونا كثير وبيساعدونا كثير كمان، وبالنسبه للغه كمان هلا نحن عم نتعلم اللغه وشان نختلط مع العالم هون. لا على المكتبه. انا نهى. شلون كان؟ شلون اخباركم؟ شلون صحتكم؟ انت مبسوطه ولا لا يا نهى؟ والله مبسوطه الحمد لله. امورك بخير؟ عن وين ايش عم تمارسي هوايات؟ يعني وين عم تروحي؟ على الكره، على الخيل؟ على الخيل. أنا جمانة، هلأ أنا وبابا عايشين في ألمانيا، منطقة اسمها كالف، وألمانيا كتير حلوة والشعب الألماني كتير لطيف، سجلوني بالمدرسة I find God we are for the second table of 9 cents. هلأ صارت أعياد الميلاد كتير قريبة، أتمنى من الحكومة الألمانية تساعدني لأجيب ماما عشان نعيد سوا. شكرا لألمانيا، احنا مبسوطين كثير، ما في احنا من سوريا وما في لا حرب وما طلع قطع المي. عم نتعلم لغه المانيه، عم نتعلم لغه المانيه مشان نصير الماني.